الكرام، مساءكم محبة وجلال في حضرة الجلال. ليلتنا بعتق التاريخ والتراب، أمسيتنا من أماس الفنون المغربية، حيث الوفاء للزخرف البديع والنظم الرفيع. مرة أخرى أندلسية طنجة تجدد العهد بساكنة طنجة وتطل عليهم بإشراقات نسائية في هذه الدورة، هذه الدورة التي هي دورة استثنائية اختار لها المنظمون واختارت لها المؤسسة أن تكون بصيغة المؤنث سناء ببهاء النساء، اعترافا للمرأة بالمغربية الرائدة التي بصمت بصوتها وبأناملها مسار هذا التراث الأندلسي الأصيل. هذه الدورة كذلك من باب الصدف جاءت مع تزامن الشروع في إعادة النظر في مدونة الأسرة تجسيدا للعناية الملكية السامية بالاهتمام بالمرأة، وحنا اليوم كلنا جد مسرورين بالاحتفاء بنون النسوة ضمن فعاليات هذا المهرجان أندلسيات طنجة الذي أصبح له مكانة خاصة ضمن الأجندة الثقافية والفنية بمدينة البوغاز. أسرار مولاي أحمد قناد. جميل. خيرة للوطن وخير سفيرة للأغنية المغربية. شكرا لك عبير. وشكرا للأسرة وأسرة عبير أيضا. زربية أخرى تخط جمال هذه المؤسسة وجمال عبير العابد. مقدمة من طرف مؤسسة نساء الأندلس. شكرا على الحضور ديالكم فهاد المناسبة هذه اللي بالنسبة لي أنا مهمة لأنني مكرمة، واخا كنشوف راسي صغيرة صراحة على التكريم، ولكن هذا كما كنقولوا اعتراف كبير من جمعية اللي من جمعية الولا اللي بديت معاهم وأنا صغيرة ديال الموسيقى الأندلسية، جمعية نساء من الأندلس برئاسة مولاي أحمد كنون صديق العائلة اللي أنا ممتنة للتكريم ديالو لي اليوم، وهو وجميع اللجنة ديال الجمعية اللي تاهما كذلك حرصوا على انهم اليوم يكبروا بيا، وصراحة كبروا بيا فوق داكشي اللي كنت كنتصور، فانا فرحانة على الطريقة المغربية عن الامريكية. يسعدني ويشرفني ان اكون معكم اليوم، وانا اود ان اكونكم الموسيقار. شكرا جزيلا وتبارك عليكم. الله تمخر الصعاب باتجاه أطلسنا الجريح باتجاه الحوز يا نوال، وأنت تأتمرين. يلا علي نوال وأنت تأتمرين
الدورة 12 من أندلسيات طنجة التي تنظمها مؤسسة نسائم الأندلس لحفظ الموروث تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيدها. هذه الدورة تعتبر دورة استثنائية تزين عقد وطوق نسائم الأندلس، بما أنها دورة نسائية تحت شعار إشراقات نسائية سناء ببهاء النساء، فكانت المكرمة الفنانة المجتهدة بنت مدينة طنجة البارة والتي ترعرعت في مؤسسة نسائم الأندلس الفنانة عبير العابد، وضيفات الشرف هم نسوة يعتبرن مثالا للمرأة المغربية التي تشرف مجتمعنا. نحتفل الآن ونضرب لكم موعدا آخر بمفاجآت نرضى أن تنال كل أذواق عشاق الفن الأصيل. سعيدة جدا بمشاركتي اليوم في هذا العرس الفني اللي كيجمع الفنون التراثية المغربية الأصيلة. هذه الدورة غادي يتم تكريم المرأة المغربية اللي متواجدة حاليا الآن مع جوق جمال الدين بن العلال، اللي كنشكره من هذا المنبر على دعوته ليا أنني نكون معهم إن شاء الله. غادي نقدموا شذرات من نوبة غريبة الحسين ومن نوبة الحجاز الكبير، وإن شاء الله غادي نختموها ببرنامج منوع من الفن الشقاري اللي كيعشقوا جمهور مدينة طنجة وتطوان والشمال بصفة عامة. It's a wonderful treat to be here in Tangier celebrating Andalusian music and the wonderful music that women make here in Morocco. تواجدنا اليوم في هذا المهرجان يعتبر تزكية وتشريف لهذا العمل الذي يحظى باهتمام كبير لطرب الآلة الأندلسية المغربية من مؤسسة نسائم الأندلس لحفظ الموروث بطنجة، التي يسهر على إحيائها وتنظيمها وكذلك صقل هذه الفكرة التراثية بالمدينة، الأستاذ أحمد قنون الذي دائما يعني يعتني بهذا التراث، وهذا الموسم اعتنى بالعنصر النسوي الذي كان له حظ كبير موفور في هذا المهرجان. تمثيل جمعية رمى لطرب الآلة بطاقمها وإدارتها كذلك وأطرها يعني الساهرون كذلك على هذا التراث بمدينة مراكش يحضرون في هذا المهرجان كتمثيل للمدينة وتمثيل للجمعية يعني وتزكية هذا العمل كذلك تنويه به على الصعيد الوطني. فعلا جئنا اليوم من مدينة الرباط لنحتفي مع إخواننا في جمعية أو مؤسسة نسائم في هذه الدورة 12 والتي خصصت لتكريم المرأة بامتياز. فطبعا نحن سعداء بتكريم المرأة وخصوصا في شخص الفنانات منها الرباطية غيتا العوفير أول عازفة على البيانو في المغرب، وأيضا نحن سعداء بتكريم عبير العابد الفنانة الشابة التي تنتمي إلى هذه المدينة العتيدة. فعلا هذه الدورة الناجحة بكل المقاييس، الناجحة بامتياز، والتي تعودنا دائما من جمعية نسائم أن تعبر طبعا عن الفن الموروث، الفن الثقافي المغربي، ونتمنى لهذه الجمعية الدوام ونتمنى لها المزيد من التألق والنجاح وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.